السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد، روتين جديد. هذا النهار ان شاء الله بغيت شويه زعما نتهلا فيهم. البارح ما درت ليهم بقاو كيبكيو، درت لهم غير البريوات لي سيجار صافي. قلنا اليوم باقيين دابا كيبكيو، اليوم ان شاء الله غادي نتهلا فيهم. ومع ذلك في اطار الاقتصاد ما غاديش نديرو شي حاجه اللي فايته الميزانيه ديالنا. غندير واحد التيبان زوين بزاف، ما غاديش نحطو معكم هنا في هذا الروتين. انا عندي شي شويه خاصني نصور، غنديرو في بوحدو باش اللي بغاه يمشي ليه. من غنديرو هنا في الوصفه كما قلت لكم ما غاديش نديرو في الروتين، ما غيتشاش. المهم ها هو قديش كنقاد فيه هو الاول. هنا عجنت الباريزيان، دابا انا عجناه بكري يعني ما عنديش مشكل، نبقى كل ساعه نحل عليه. واقفه واقفه في الكوزينه، ما عندي علاش نزرب، كنبقى كل ساعه نحل عليه بحال هكا، كنحلو كندير ليه بحال هكا. كتكون العجينة منفوخه كنبقى نعاود ندير لها هكا حتى كترجع صغيره، نعاود نغطي. دابا تقريبا رابع مره وانا كندير لها هكا، حيت دابا عندنا الوقت ماشي مشكل. بالعكس داك النهار فاش حطيت الباريزيان قالوا لي البنات راه واعر، والله حتى من اسهل الباريزيان اللي انا جربت. غادي نغطيه ثاني ونخليه واحد شويه يتنفخ، ونعاود ثاني نحيد منه البرد، فاش شويه عاد نشكلو نديرو في اللاطه. هذا مديره ان شاء الله للفطور، واللي بقى منه غادي نتسحروا منه، نتعشاو منه. ما انا ما كنتسحرش، تسحر غير كويس الماء هكا، كويس العصير، كويس الرايب، هذاك الشيء اللي قسم الله العشاء كنحطو في الوحده. وغادي ندير واحد الشهيوه زوينه، انا كنديرها بالكفته ولا بالدجاج، وبغاوها الدراري بهذيك المرتديلا. نتوما عندكم الاختيار في الحشوه، ديروا اللي عجبكم. غير هي بس زوينه، حتى هي كتقاد دقه واحده بحال التيبان. المهم هاد الوصفات اللي غنعطيكم اليوم ساهلين، والوقت اللي دخلتي للكوزينه كتوجديهم ما كتحيريش فيهم، ساهلين. يلا نخلي هذا وشوش من نرجع معاكم. سمحوا لي على الشعه، راه مازال درت زار حيت ما كيخليش الصوره تبان مزيان. خديت هنا نص كيلو ديال الطحين، بالنسبه للباريزيان راه باقا ما شكلتوش حيت بغيت نشكلو، بغيت ملي نشعل الفران نلقى كلشي قاديته باش نبدا نطيب واحد مورا واحد. تيبان عجنتها ودرت الباريزيان الصباح، جمعت شويه الدنيا نهيله وريحانه كيشقاو لهي كيجمعوا في الدار، وكل واحد كيدير حاجه. عندي هنا نص كيلو ديال الفورص، على واحد المعلقه ديال الخميره، على نص كاس تاع الزيت، نعبر بكاس العنبه، جوج معلقات ديال سنيده. هادو كيجيو زوينين وساهلين، وكيجيو فلمين في المنظر نتوما تشوفو معايا. انا غادي ندير غير معلقه، ما غاديش ندير جوج، بركه ومليحه. ديروا شويه ديال الزعتر الا بغيتو في الداخل في العجينه، كيجي زوين، حكوا شويه ديال الزعتر صافي. وغادي ندير واحد كاس الماء، غادي نجمع بكاس الماء دافي هاد العبار كله، باش لكم كاس العنبه. نحاول نجمعها مزيان ونديرها في العجانه، غنزيد شويه الماء حيت باقا ما تجمعاتش ليا. زدت واحد ربيع الكاس، كم العبار كاس العنبه باش كاع الاخوات يقادوها صافي. غنديرها تعجن في العجانه مزيان ونخليها ترتاح واحد شويه، وندوزو نقادو الحشوه اللي غنديرو هنا. بالنسبه للحشوه اللي عندي انا ما غادي طيب ما والو، يعني ما تاخذش ليا الوقت. ولا كنتو غطيبوها نتوما طيبوها على تيسا باش تكون شويه بارده، نديرها تعجن ونرجع معاكم. صافي البنات كما كتشوفوا، ها العجينه الباريزيان، ها عجينه الكرواسا اولا التيبان، وها عجينه واحد الفطائر زوينه في الفران، فنه تعجبكم بزاف. صافي هنا غادي نحك واحد شويه ديال المرتديلا، وكما قلت لكم البنات كتبقى الحشوه اختياريه، انا على حسب الدراري، حتى على حسب الدراري. ممكن ديروا غير الحشوه ديال الخضره كتجي زوينه، انا حيت البحثت اليوم الدجاج باقي غير باقا غير الكفته، عمرني باقا ما قادت لهم شي حاجه بالكفته. ها هو خديت هذا الكاشير بالحار زوين، هذا حتى واحد الريحه فيه زوينه، راه كاينه البنات غير في بيم ديال تقريبا شي 10 دراهم. غادي نحكو هكا باش نوجد الحشوه، باش حتى بغيت نبدا نقاد باريزيان ونقاد كرواسا نكون ساليه. غادي نسالي دابا، نقطع واحد مطيشه وحيده ما نطيبهاش، نقطعها مربعات كتجي حتى هي زوينه. شويه الزيتون وصافي، الفرماج يا الفرماج الساندويتش يا الفرماج الموتزاريلا، فرشوه وديروا. انا نوريكم كيفاش هكا. تقريبا كرواسا راه بدات كتخمر، دابا شنو غادي ندير؟ هذا غنخليه هو الاخر، هذا وغادي نبدا نقاد في كرواسا دابا، نخليها ترتاح ونشكل قدامي التيبان باش نبقى غادا هكا بالتسلسل، يعني حتى حاجه ما تغلبني. ما الحسوه ما غاديش ندير الحسوه ولا والو، بقى عندي واحد الشوربه ديال العدس كنت قاديتها وبقى عندي، هي اللي غادي نحط. كتبقى مده طويله، راه ما كتخسرش البنات لحقاش ما فيهاش مطيشه، راه كنت حطيتها معكم واحد الفيديو، هي اللي غنسخن وغنحط صافي. غندير قهيوه ولا بقى لي الوقت غندير شويه البغري، طالبان عليه نهيله مي خرمته وهي طالبان عليه ما درتوش ليها. هذاك النص الاخر غنخليه تنعاود نقاد به شي حاجه اخرى، نقطع مطيشه ونرجع معكم. صافي يا البنات كما كتشوفوا دابا غادي ندوز نقاد الباريزيان من بعد ما كملت كرواسا. دابا تقريبا شي سلارو يعني كفاتني الوقت وكلشي، ولكن هذه راه ساهله بزاف بزاف، غتلقاوها في الفيديو اللي غادي يجي موراها هذا ان شاء الله، حتى كنفوصها بوحدها. دابا غندوز الباريزيان نقادوه.
المهم الدنيا مجلخه غنخليها هكا مجلخه لي حتى نكمل عاد نجمع. تقريبا درت لي شي 7 الخطرات ولا 8 الخطرات هكا، حيت كما قلت لكم حدايا في الكوزينه ندور ندور ونقادو. تقريبا نحاول ندير شي 200 غرام في الوحده. بريزيان البنات انا حاطاه معاكم شحال من خطره، حاطه واحد سهل حاطه مع واحد الخيمرات، هذاك ساهل كيتعجن عادي وكيتصايب عادي بلاش زعما من هذا الشيء كامل، تيجي زوين والله كيجي زوين. غير هذا جربته داك النهار وعجبني وعاودتو، غير عاودته بنهار، داك النهار درتو بالليل ودابا درتو بنهار. خليهم يترخاو شويه ورجع معاكم. صافي البنات خليته يرتاح واحد شويه وغادي ندوز دابا نقادو. اسهل ما يكون ديرو باريزيان ديال الدار زوين، نحط منه وحيده دابا الفطور واللي بقى نتعشاو به ان شاء الله نخليه يرتاح. لاحظتوا راه ما درتش الطحين في الاول، باقي ما تطلقش البنات، يعني كنديرو هكا هو تيرجع، غنخليه تترخى على الخاطر ورجع ليه. صافي دابا يا البنات راني كنوجد في هذيك اللي غنعمر بالكاشير، كما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالها، خليتها هي الاخرى. بتيبان درتو كيطيب، سميتو الباريزيان درتو كيخمر، ملي يجي فين يطيب البتيبان تيخمر الباريزيان ان شاء الله. وغندير هذه هي الفران ديال الاخرى نطيبها قبل ما نطلق، نطلقها على شكل مربع. ما رش لا طحين لا والو البنات، شتو العجينه زوينه ما تحتاج لا طحين لا والو. صافي كما كتشوفوا البنات طلقت طلقت تقريبا العجينه على شكل مربع، لا مربع ماشي مستطيل، هذا ما مربع مستطيل ما عندو كاع الشكل. شوف شحال حضاره ديال ما عن اختي تبارك الله، انا كنغسل انا كنطيب وكندفع ليها قالت لي القهوه. خدمي اختي خدمي خدمي، جابك لي الله فاطر بدا كي درنا الحلال الله يا البنات في حقها. قال لك الواحد كاع ما يخمم، كنت كنقول مع عتكي غندير مع الشقه واول رمضان ليا ونويله غتخدم الساعة واقيلا كانوا الأبواب مفتوحة، استجب لي ربي في البلاصة. لك أختي كنقول لك الله يرضي عليك، أش بغيتي؟ كتدير رضا بغسيلة المواعين، دابا رضا كيمشي بالفلوس. سيري كيمشي بالفلوس، وأنا كنمشي بغسيلة المواعين، غسلت المواعين ما ترضي عليا. أنا ما بغيتش الفلوس ديال المواعين. غادي نجيو للوسط تاع هاد العجينة، حيت غادي نلوي وحدة هكا وحدة هكا. غنقادها بالجرارة كاع وغندير هاد الفرماج الساندويش، وماشي ضروري هاد الفرماج، ممكن نحكو شويه الموتزاريلا. ما بغيتوش كاع الفرماج، ديروا غير شي صوص كما كانت عندكم معتاده. نهيله عطيني اختي الجراره. غادي نجيب البنات هذاك الكاشير، بغيت نزيدو عليه واحد الحك تاع الطون نزيدوه. هنا قطعت واحد شويه ديال المطيشه، غادي غير مطيشه خضراء ما طايبه ما والو، غادي نزيدها هنا ولكن حيدت لها الزريعه باش ما تطلقش ليا الماء. ممكن نديرو شويه الزعتر حتى هو كيجي زوين، وهنا شويه الزيتون انا راني مقطعه. غادي نتني هاد الجهه هكا هادي هكا. صافي غادي نجيب واحد اللاطه وغنقطع وغندير فيها. صافي البنات كما كتشوفوا غادي نبدا نقطع اللاطه، درت ليها الكاغد ديال الزبده، نحاول البنات ملي نقطع ندير لها هكا باش داكشي اللي دخلاني ما يخرجش. صافي غنمشي هكا وندير في الطاوه وغادي نرجع ندهنها بالبيض ونزوقها بواحد شويه مطيشه من الفوق. صافي البنات كما كتشوفوا انا دهنتهم بالبيض وغندير فوق منهم هكا مطيشات شي حاجه، غندير فوق منها شويه البصله كيجيو من السمين وزوينين. نرجع معكم البنات. صافي البنات كما كتشوفوا التيبان خرج، دخلت اللاطه الثانيه شي شويه غندخل هذوك كل فطائر. هانتوما شوفوا شو شي حاجه ترطبه وزوينه، بقى سخونه شوفوا كي دايره زوينه بزاف بزاف، غير جربوها البنات راه زوينه وغتعجبكم وغتخرجكم. يلا خليكم معايا نشوف اللاطه الاخرى، بغيت نخدم الفران ديال الضو غادي يعطلني دابا، والله ما عرفتش غندير حيت تقريبا خاص هذوك غادي يخمروا ليا بزاف، هذوك دوك الفطائر خاصهم حتى ما يدخلوا يطيبوا. انا غنشوف كي غندير. هيا البنات كما كتشوفوا دوك الفطائر زينت شي وحدين بالبصله، انا كنحماق على البصله والزعتر، يجيو بنان وزوينين. صافي دابا غادي نخرج البتيبا وندخل هادو، عاد ندخل باريزيان وغندوز نقاد شويه ديال البغرير بالزربه بالزربه. دابا غادي ندوز ندير البغرير البنات، البغرير الساهل ديال السميده اللي كدك دردك نهار مزروب وبزاف د البنات ما فهموش. عندي هنا 3 كيسان ديال الماء وجوج كيسان ديال السميده، يعني في كل كاس سميده غندير كاسونس تاع الماء. ناخذ هنا جوج معالقات صغار ديال الخميره، يعني غندير معلقه كبيره، وغادي ندير شويه ديال السكر سنيده، هادي مليحه هادي وهاد السكر سنيده. ما نخلطش الخماره دابا، ما نخلطش الخماره دابا اللي حتى نطحن مزيان مزيان،
صافي واحد 5 دقائق على ما نغسل كما كنقول لكم ديما الحاجه اللي طحنت فيها، وندوز وندوز نطيبو. صافي دابا البنات تقريبا راه قرب الاذان، غادي نزيد خماره وغنديرها بالمعلقه. شوف ملي كنديروا الخماره كتحسوا بواحد الكشكوشه ولات، كتحسوا بحال الخموريه ولات هنا. ندير مقله سخونه غنبدا نطيب. صافي صافي دابا البنات غادي ناخذ واحد الرازوار تكون ماضيه، غادي ندهنهم شويه الماء ونرش يا اما الفوراس يا اما هكا الفينو اللي بغيتو. وانا شاركت معكم الروتين، انا هو قطع بالتفصيل راني حاطاهم في القناه. شوف هذاك الشيء الصغير تما راه ديال الريحانه، حتى هي كتقعد ضحكوني عندهم العطله. وشنو هذا الشيء اللي كانوا شادين من الاول؟ صباحه فرحانه قالت لك عندي العطله، تشيك لك ماشي العطله عندك على سير الدوام حتى لدابا. صافي مشي طيب البغرير. صافي البنات كما كتشوفوا البغرير راه واجد، راه كله جهه كمثقب كله، راه الا تبعتوا هذاك الشيء داك المقادير اللي عطيتكم والله ما والله ما يخسر ليكم، وما تخليوش يخمر. دوك جوج كيسان ديال السميده خرجوا لي هادشي كامل، دابا راه كنوجد في الطويبله. هما دوك الفطائر البنات شتو كيجيو زوينين، تيجيو في الليل. انا نجي الطبله ونرجع معكم. صافي البنات هادي هي الطويبله ديالتنا، كما قلت شويه داك النهار فرقي بالماء، شربت هي الماء والتمر، ودابا حطيت لي محليب هكا، وهاد الفطائر اللي صاوبتهم شحال زوينين، والتيبان ها هو شحال زوين، والبيض مسلوق والقهوه، ودرت الحليب في الترموس وصافي. والصوبا ماشي الصوبا، الشوربه ديال العدس غنديرها تسخن، وسلقت البيضات والله يجعل البركه البغرير. شتو يا البنات كي تيجي راه كله تيجي هكا مخرج وزوين. وهنا درت عسيله وزبيده باش غادي ندهنوا وندوزوا بالقهوه وصافي. بالنسبه للباريزيه باقي في الفران، انا غنوريه لكم كاس كيطيب، باقي ما طابش مزيان حيت خاصني نكون ناقص عليه البوطه من جهه، هادشي البوطه يتحرق ويجي خايب ما يطيبش من الداخل. انا نوريه لكم في الفران ديال الكاس نيت، يلا خليكم معايا نوريكم باريزيان كيجا. نحيد هذا بعدا، ها هو البنات زوين، وحده راه كليناها وثلاثه بقاو غنتعشاو بهم ان شاء الله. داكشي اللي بقى ديال التيبان غنديرو في بلاستيك، كليناه وكلا والتبصيل وباقي التبصيل، باقي التبصيل ها هو. المهم كتنفع هذا التيبان زوينه. شوفوا كيجا البنات، شوفوا كي دايره فنه فنه فنه، طبو زوينه. صافي غادي ندوز دابا نقاد العشاء، شفت الخيطات ديال الدجاج راني مشرملاهم اللي كانوا بقاو الا كنتو متبعين معايا الروتين اللي قبل من هذا. دابا هما اللي غادي ندير عاد ان شاء الله. جبت الخرشف كما قلت لكم، باغا ندير الخرشف باللحم، تعجبني الخرشف انا في الماكله ديالو. صافي باقي عندي واحد شويه اخر نكملو هنا، نخلي الريحانه شي حاجه باش تبار ونرجع معكم. دابا غادي نصب العشاء، تقريبا الدجاج ها هو رقدته قبيله قبل الفطور. غير شاركت معكم العطريه، شنو كاينه في هذه العطريه؟ كاين الخرقوم، كاين سكينجبير، وكاين البزار، وكاين المروزيه، وكاين الملحه، وكاين شويه ديال الثومه غبره. هنا كنت مرقده هنيت هنا كما كتشوفوا، هنا خديت شويه ديال الزيت خليتها كتسخن. غادي نحمر فيها هذا الدجاج، غنقلي غير بحال هكا نقلي، وغنهزو عاد ندير البصله هنايا في الروه باش يلقاو لي هاد الخيطات هاد المحمرين وزوينين. كيتجي هاد الكوينيله كتجي فنة، ممكن ديروها حتى في الكوكوط حتى في الطاجين حتى هي ممكن. هنا خديت غير بصله كبيره غادي نقطعها حتى طرونشات. صافي هنا واحد 4 خيزوات قطعتهم بهذيك اللي كتديكوري، قطعتو بهذا باش ندير زعما ندير الديكور. تفركتو عليه وشويه مساكن. صافي انا غنخليه واحد شويه ونقلبو هكا ونهزو الحيده. صافي غادي نقلب هذوك الدجاج، انا غنخليه حتى ياخذ ليا واحد اللوين مذهب وزوين عاد نحيده. هو راه ما غيطيب شويه كي غادي يكمل طيابه. هاد العطريه اللي درت ما غاديش نزيد ندير العطريه في خيزه، غنزيد غير الزيتون وشويه الحامض. صافي غادي نهز دوك الخيضات نحيدهم، اي بلاصه في الدجاج ماشي غير الشرط الفخار. انا دابا حيت بقاو عندي هنا واحد البصيله كبيره، خيزو غنخليه يتقلى مع البصله وداك لاصوص ديال الدجاج، واحد شويه الماء هاد الزغيمه. صافي غادي نسد عليهم الطنجره ونخليهم. صافي غادي ندوز نقي الخرشف البنات، ونصيب شويه العصير شويه الخوخ شويه الفريز شويه الليمون. الخرشفه نوريكم غير الخرشف، لاباس تاخذوا الخرشف كيفاش تعزلوه بلاتي قبيله، راه فاش قطعها ليا راه كانت عامره. شوفوا هذيك اللي كنقولوا حنا غتليح، شوفوا كي دايره، ما تكونش هذه خاويه، الا كانت خاويه خرشف عيان. هذه راه خديتها بربعه دراهم تبارك الله ما شاء الله، الخير راه موجود. نقيها وندير لها شويه الماء، طلعها في واحد شويه الماء في واحد الغاليه
ونديرها في السوبيره ونسد عليها. صافي هذا غادي ان شاء الله غدا القهوه هاجت ندير به واحد الطويجين الخرشوف ان شاء الله. الا شاركت معكم الروتين تاع غدا غيكون فيه الطويجين ديال الخرشوف. يلا خليكم معايا. ها هي البنات خليت داك البصله والخيزو تقلاو مزيان مزيان، ودابا غادي نزيد داك الدجاج اللي حيت وغادي نروي غير شويه ديال الرو ماشي بزاف. المرا الماكله بلا بطاطا لكن لا ضروري بطاطا، ما كليناش بطاطا. صافي الليل هذا هما عندنا. غندير شويه الزيتون البنات ضروري من الزيتون الاحمر. شوفي فين هي ديك البوطه اللي كان فيها الزيتون هنايا، ديك الزيتون الخضر فيه الحامض. شوفي فين مشونه ديما نو هي اللي كتغبر، عارفه راسك دايره في المنجر والقسطنطه. ها هي البنات حويمض كتجي هاد الكويمينه ما نقول لكمش من اروع الكويميلات. صافي ما بغيتش نكثر الروح، يطيب خيزو ونحيد. صافي ها هي البنات المريقه والله حتى جات فينا فنه فنه. ديروا المروزيه راه كتجي زوينه، شوفوا كي جات الروع. درت واحد شويه الروع صافي، نوريكم بعدا باريزيان كي جا من الداخل. شوفوا كي جا هذيك باش فاش كنخليوه، شوفوا كيجي كله مخرج هكا. باش فاش كنخليوه البنات الباريزيان كيخمر ويعاود يخمر ويعاود يخمر كيجي هكا داير. نحط المريقه في الطبسيل ونرجع معاكم نوريكم بعدا كاينين المرقه شحال خاطره وزوينه. صافي غير باب خيزو ونزلت المرقه حيتها. اصلا دابا خيزو زوين، كاين داك خيزو موسكا فن، خيزو كيطيب كيمشي زبده بالزبده، وجات المرقه فيها بنات الحلاوه بحال دايره الزبيب في المرقه. زدت البنات واحد شويه القزبر ومعدنوس طابت المرقه عاد زدتو. شفتو المريقه كي خاطره صافي. واحد شويه الحامض هنا، قطعت شويه مطيشه هنايا غير انا مطيشه ما كندير فيها العطريه لا والو. هنايا البنات واحد شويه العصير ها هو كما كتشوفوا هنا واحد شويه العصير، درت فيه الخوخ والفريز والبنانه وحده والليمونات ثلاثه، وطحنت كلشي في مولينكس. الخوخ ها وجدتو ب 140، كاين الكبير ب 220، جبت انا الصغير هو فيه لوكو زوين. صافي هذا هو روتيني ديال النهار كامل، وهذه هي عشيوتي انا شاركتها معكم. العطريه كما قلت لكم شويه الخرقوم شويه الزنجبير شويه البزار شويه المروزيه شويه الثومه اميها، ورقدوهم هكا من الصباح حتى العشيه عاد نصبوهم كيجيو فندو نفس الطريقه درت انا. يلا البنات هنا غادي تكون نهايه ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه وفي امان الله.